طرق الحفظ ذكر العلماء أنها ثلاثة. الطريقة الأولى النظر إلى المصحف وكثرة إيش؟ التكرار. النظر وكثرة التكرار. التكرار. وأيضا أثناء الحفظ لا بد الطالب أن يعني يتقيد بطبعة واحدة، يعني ما ينفع واحد يحفظ مرة في طبعة قديمة ومرة طبعة جديدة، فمواضع الآيات مختلفة. الطالب والقارئ أثناء الحفظ الآيات تنطبع سبحان الله في ذهنه، حتى مواضع الآيات، مواضع نهايات الآيات، نعم. تمام؟ نعم. أو غيرها، كلها سبحان الله زي آلة تصوير يصور الطالب هذه الآيات. فلا بد أن تتقيد بطبعة واحدة، هذا من يعني من أهم المهمات، تمام؟ طيب الأمر الثاني، الوسيلة الثانية كثرة السماع. السماع من وسائل الحفظ، فبعض الناس ممكن يحفظ بالسماع أكثر من التكرار، صحيح. وبعض الناس يحفظ بالتكرار أكثر، والناس ومشارب في هذا الأمر. والطريقة الثالثة الكتابة. الكتاب الآيات الصعبة اكتبها في الكتابة مرة واحدة تعادل التكرار 15 مرة، كأنك كررت 15 مرة لما تكتب الآيات مرة واحدة، تمام؟ فكثرة التكرار أو الكتابة، وهذا منتشر سبحان الله، وقديما كانوا يعتنون بهذا الأمر كثيرا. فننصح اللي عنده ضعف في الحفظ والذاكرة أن يكتب الآيات، وإذا شكلها يكون أفضل وأحسن، تمام؟ تمام. الله يفتح عليني وعليكم ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن.